على أنغام آلتي الجيتار والموندول. أطربت الفنانتان نعيمة زيرية ومالية سعيدي جمهور قاعة المجار بوصلة غنائية عاصمية وشعبية قدمت فيها كوكتيلاً من روائع التراث الجزائري. الجمهور كان رائع، فريمون رائع الجمهور تاع قاعة المجار، عجبني بزاف. مرحبا بهم وان شاء الله يجوزوا معايا وقت شباب. الحفل ميزه الحضور الغفير لعشاق الفن الأصيل الذين تفاعلوا وتجاوبوا مع الطبق الفني المنوع لسهرة أمس. هي سهرة من سهرة رمضان ولعشاق النغمة العاصمية والذين لهم موعد شهر سبتمبر مع الإصدار الجديد للفنانة نعيمة زيرية التي اختارت المزج بين الأصالة والعصرنة. جديد نعيمة زيرية إن شاء الله في شهر سبتمبر راح يكون فيه ألبوم مع السيدة سلمى عنقر، وإن شاء الله راح يكون كوفخي نسجلوه اللي كانت يعني دارت لي لا بروبوزيسيون لوندا.